Stephanie, good morning. بونجور لا هابي نيو يير. هابي نيو يير لك ولكل المشاهدين اللي عم يحضرونا. كيف كان هالعيد؟ كثير منيح. حلو؟ حلو، كثير حلو. خزننا هيك طاقة ونشاط للسنة الجديدة؟ نحن دائما عندنا طاقة ونشاط. مثل عنوان برنامجنا لايف. إن شاء الله فقرات ولدان كمان يكون في أشياء هيك إيجابية. اليوم عندنا ناتالي ياغي مع بالانس وموضوع جديد، عندنا تيبس، عندنا مارونة جديد بكوكينج. اليوم بده يحضر لنا فريستيير فويتي وغوانشيالي ومع الوالناتس. ما فهمت شيء، بس بمجرد قلتي مارون يعني شيء كثير طيب. بتعطينا المقادير. يلا تفضلي. لكن اليوم مع مارون جديد فريستيير فويتي وغوانشيالي مع وولناتس. غوانشيالي هو خد الخنزير الفومي، واليوم لتحضير هالطبق بيلزمكم هاف كوكت كيش، عجينة الكيش أكيدة نص مطبوخة. للصوص بيلزمكم فريش كريم، جوزة الطيب، ملح وبهار أبيض، شايفز، كمان بقدونس فرنجي. للحشوة بيلزمكن غوانشالي، خد الخنزير الفومي، الفطر البري، مبيض أبيض، بصل صغير مفروم، زبدة، بندورة مجففة، فطر طازة، حبق. للسلطة بيلزمنا سلطة أعشاب وبندورة متبلة. هو هن مقادير اليوم، واكيد نختم فقراتنا فقرات ويل دان مع تيستينج. وقفه مشاهدينا، بنرجع بننتقل عند ناتالي ياغي ببالانس. بونجور مشاهدينا مجددا، بونجور مارون جديد. بونجور سير، بدي عيدك. انا كمان بدي عيدك. هابي نيو يير. ثانك يو، هابي نيو يير. ان شاء الله هالسنه تشطب على 2013، و 2013 كانت بورت بونير باخر 2013 اخذت البرايس. مظبوط. ات واز جود لك فور يو. يس. شفناك كمان مع ميشيل حايك، كان تنبأ انه بدك حدا من لبنان بده ياخذ سربرايزنجلي. انا ما كنت عارف. طلعت انت سربرايزنج. ما كنت عارف بصراحه، يعني قالوا لي، دقوا لي ثاني يوم نيوز، يعني امبارح هذا قال لي مارون شفت امبارح مع ميشيل حايك على الام تي في لما حكوا عن السنه الماضيه شو تنبأ وشو صار، انه حدا المطبخ اللبناني رح يطلع العالميه والى اخره. رجعت حضرت ريبلاي، اي واز سو هابي عن جد. يعني كانت لي هيدي انه مثل اذا بدك هديه راس السنه، والله العظيم. أنا أول شيء بدي أعيد المشاهدين وبدي أقول لهم إن شاء الله عم نطوي صفحة 2013 اللي هي كانت سنة أبس أند داونز، منها كثير حلوة للكل. ومش عم بحكي عني شخصيا، عم بحكي عن جنرال بلبنان. وبدي أتمنى 2014 أهم شيء تكون سنة سلام يا رب، سنة صحة ونجاح لكل حدا عنده مخططات، لأنه أكيد كل حدا عنده نيوز ريزولوشنز. وبدي وجه تحية لأمين ديب. ليه؟ شو صار؟ أنا كمان بجي لأنه عرفت إنه نهار راس السنة كان أمين، بتعرفي أمين مهضوم على طول عنده أخباره. فكنا كذا حدا، أنا ومارك وألف وقال وإيلي، عامل لك الواحد هيك شيء كوميك، وأنا حطتني مع كرش وشاورما عالصورة. فبجي لك تحية أمين، وأنت على طول عندك روح الفكاهة والهضمنة، واكيد بتمنى له طلع لك ترتيشه. عم تقص شاورما، هيدي اخذتها لمارون. فهيدي اياها، يعني برجع بقول ان شاء الله بتكون سنت سلام. كيف كانت راس السنه؟ سليت؟ ليكي انا راس السنه والميلاد كانوا كلهم كيترينج وشغل وضغط وضغط وضغط، يعني بصراحه سليت بالشغل. ايه، ومع التيم بوجه تحيه كمان. هلا اليوم كله تحيات، بس بصراحه ما في ما اقول وجه تحيه كثير كبيره لهدى، لشربي، لسلوى، لكريم، لإلسا ولنينا كمان، لأنه كانت بارت من التيم
يلي وخاصة يعني لشربي اللي كان عم يضغط ولهدى اللي هن أكثر اثنين كانوا عندهم ضغط وقدرنا نطلع بالأوبيراسيون بشكل كتير بياخد العقل. فأنا بقول لهم بشكركم لأنكم كنتوا واقفين حدي ولكل التيم كمان. فورستير رح نعملها كيش مع غونتشالي اللي هو جو دو بورك واللي هو خليني اقول بياخذوا فخذ الخنزير وبينعم بتقدر وبيتدخن. هلا انا خالته مع الشامبينيون هون بيصير فيه يعني هو كمان اذا بدك في اذا المشاهدين ما في يجيب غوانشالي في يجيب بيكن او في يجيب بانشيتا محلها. اوكي سو هون فيها فيهم يشكلوا فيهم ياخذوا هيدي محل هيدي. انا اخذت هيدي الريسبي لانه حسيت هاي الريسبي اليوم هيني على ثاني يوم من السنه. وهيدي الريسبي كمان هي الريسبيز الموجوده على ال وهين الواحد اذا عنده عزيمه او شيء يعملهم صح صح وبيبيضوا الوجه 100% هي ريسبي موجوده على الهوليديز منيو. هون عم نحس حالنا مثل بيكنيك بهالستوديو. صحيح ما في كل شيء بس عم بيحضروا لنا استوديو غير شكل خبرونا ما في كل شيء بس انه مع مطبخ جديد انا هيك عرفت. بس انا اليوم شو عملت؟ قلت عندي طبخ بجيب طبخ عندي فرن جبت فرني معي وجبت غازي معي بيحمل ساكو ماشي حطيتهم بالسياره تقول يلا مشوا معي على استوديو. سو هلا بنخلص نحلو شنو كله بلاج اند بلاي يعني ما هذا اهم شيء البراكتيكاليتي بالحياه. حطينا زيت زيتون حمينا حتينا زيت زيتون وحطينا البصل فوقهم او الاشالوت هلا بقوي النار على الاخر لقلها بسرعه انا لحتى نقليها بدون ما تاخذ لون. الحاجة حط مع المشروم اكيد حط مع الفورستير فيتي. هي ليش فورستير؟ فورستير فروم ذا فورست مش فيتي اليوم كيش. لانه هون بتشوفي عندي فرايتي اوف مشرومز يلي هن عندي بتشوفي البورشيني عندي الترومبيت عندي الترومبيت البورشيني عندي موري وايلد. كمان حتى سو كلهم وايلد مشروم اتس سم كايند اوف فورست عندها هيك طعمة الفورست. هلا انا رح احط معها كمان لحتى كمان نزل طعمي شوي تكون طعمي كثير كثير كورسي شامبينيون دو باري اكيد رح كفيها بطريقه هلا مشاهدين رح يشوفوا. يلي بحب الشامبينيون يلي سيرفي صحيح. يلي ما بحب يحط بيكن ولا شيء ولا شيء في يعملها بس مع شامبينيون في يعملها بس مع شامبينيون من الشامبينيون في يعملها مع شامبينيون. الريسبي هي ذاتها اللي عم بعملها ستيف. في يعملها مع شامبينيون عادي في يعملها مع فورستير لحال في يعمل اثنين مع بعض في حط البيكن او غوانشالي في شيل البيكن او غوانشالي بترجع للبريفرنس تبعه هو. اهم شيء التكنيك والميثود اللي عم نمشي فيها نكون ماشيين فيها. عندنا الكيش هي معموله صرنا 100 مره عاملينها سو اكيد ما رح نعيدها. هيدي بات بريزي هيدي بات بريزي ابسولوتلي نشتريها وبنعرف كيف نعملها 100% بنشتريها خالصه بنرقم بخمس طبخه الى اخره. الفكره كلها هون هي بالفيلينج لانه بالكيش والفيتي عندنا مثل ما بيقولوا مليون فرايتي نقدر نعملهم وحشوات. هلا على طول انا بحب يكون عندي انا شخصيا اذا بدك عندي بيرسونال تاتش تبعي فيهم لانه بحب هالكوزين بحب هالفرايتي من الـ من الـ من, من الريسبيز يلي بحسها كثير ايرثي صح وكثير وينتري خاصه هلا وبالانجريدينت اللي عم نستعمله مع واين تطلع بتاخذ على اكيد نحن رح نحط لها وايت واين يحيي. هلا انا عم بعمل ريدكشن رح اعمل لها وايت واين واعمل لها ريدكشن لارجع احطها بقلب ال مارون. دائما دائما من الضروري نعمل البات نطبخها نص طبخه ضروري ضروري لانه اذا هلا فيك تعمليها ما تطبخيها نص طبخه ساعتها بتطبخي على نار اخف وبتطلعي فيها بس تطبخي نص طبخه اول شيء بتش ما بتطلع يعني as good لأن لما بتطبخي البات مستبخة ايه هون خليني فرجي المشاهدين لما بتطبخ البات مستبخة شو بتصير؟ بتصير البات تقريبا امبرميابل. اوكي المي وهيدا بتبطل تشرب الكريم بتبطل تشرب هيدا. هلا بعدين بصير الديمولاج تبعها يعني انت بتحطيها بمول اذا كانت نية وحطيتي بقلب الحشوة كلها سوا هلا مرات بتنقط مرات بتنقديح بصير تقدري تشيليها من المول صعبة صعبة وبلس الدانانست او الكوكينج او تبع العجينه ما بيكون هالقد بيرفكت مثل ما عم بتنعمل نص طبخه. اذا بتطلعي فيها بعدها بيضه طلع فيها شوي من تحت كمان شفتي هون هيدا اللي بيعطيها اذا بدك بيعزلها خليني اقول بدي يكون على طول انتبه انا وعم بعمل لها هاندلنج حتى ما تنكسر لانه كمان بتكون تو فرجايل. هون رح
رح اعمل لهم فليبينج شوي مثل ما شايفه، بعمل لهم شوي فليبينج. وين الملحات؟ ما في ملح؟ ولو جاي تطبخي بلا ملح؟ بلا ما نسيتهم بالبيت. اوكي. نحن ما بنحب الملح. لا لا، هو بوتنشلي هون في ملح، وبالاباراي لانه انا جايبها خالصه فيها ملح. فيها ملح. سو مش انه ما في ملح يعني، عرفتي؟ يعني ما تاخذونا مشاهدينا بالموجود عم نجود. ولا ريحتهم تاخذ لحستي كترت لها بصل، كيف صارت هيك المشروم والجوسينس والبصل شكله الترانسليسيديتي تبع البصل كيف صارت، شفتيهم؟ سو هيدي التكستشر اللي انا بدي اياها. فوالا. هون شو بعمل هلا؟ بدنا نزيد الوايلد مشرومز بس بعد شوي، لانه بدي بعد المشروم ينزل اكثر، ينزل الجوز تبعه، لانه اذا ما بنشف كمان مشاهدينا شغله كثير مهمه تعرفوها، اذا ما بتنشفوا المشروم على الاخر كب مي، المشروم بكب مي، مزبوط. سو لازم كمان نحن ناخذ بعين اعتبار هيدي الشغله. نصفي تقريبا كل المي، مش نصفي، انه ننشف كل المي. شفتي وين كنا وين صرنا؟ وانا بعدني اذا بدك طالع بالطبخ، يعني بعدني عم بطبخ فيهم. شو انا هلا هون عندي الوايلد مشروم، وايلد مشروم مع فخذ الخنزير، مع اللي مخلوط فيهم الخد الخنزير. سوري، خد الخنزير، خد الخنزير، ما في فرق بين الخد والفخذ. مخلوط فيهم احنا صار عندي بورك تشيك، سموكت اند درايد بورك تشيك اند كانديد، اذا بدك اكثر من نوع. ليك الميكس كيف صار لونه؟ بعقد بعقد بعقد، عن جد بعقد. لوفلي. هلا كمان عندي شوية هون، جايب معي شوي نوع من جرامولاتا اللي هي توم وبقدونس وسرفاي مع بلش حامض، اخر شيء رح احطهم عليهم. واكيد عندي سلاد هلا اخر شيء، هودي لما بنوصل على التيستينج رح نستعملهم. كمان I'm going to flip it بعد شوي، لانه ما بعرف اذا بتنتبهي للريحه اللي عم تطلع. سو بريسايزلي هيدي كانت الريحه غير، بس حطيت الوايلد مشرومز تغيرت الريحه، صرنا بمطرح ثاني. صرتي اذا بدك هلا بالغابه عم تمشي وعم بتشمي ريحه المشروم اللي عم ينبس تحت السنديان والسر وهيدا. لا والله، بس الفرق انك قاعده بالاستوديو وراك سبانه نويل واضواء. أنا اللي رح أعمله هلأ بعد شوي لما بخلص هون محمل الفرن، إذا بنشوف حرارة الفرن، حرارة الفرن على 170، في أنزل من فيها بعد، بس أنا تركتها على 170، بدها تقريبا بالفرن ماكسيموم 10 to 12 minutes. يحيي وهذا البين مزبوط، يحيي هون. ولا وعم بطبخها وعم بطبخها هون. كمان الأدفانتج باللي عم بيصير إنه كتلة الطبخ عم بسحب كل الفليفرز من جوا اللي انا بدي اياها اللي موجوده بالمشروم. هلا هون شو بعمل؟ برجع عم نشوف الفيسبوك بيج لام تي في لايف، بدنا نشوف صورتك هلا يمكن. ما بعرف، مرقت يمكن يا حيفا. مع الشاورما هيدا امين، هيدا مارون، هيدا مارون بتعلي شوي، بعد علي شوي، بعد ولا هون مارون عم بقص شاورما مع كرش. هذا ب 2014. ميرسي امين. ميرسي امين ديب. بقول لك مارون. اوكي، كمان على الفيسبوك بيج تبع مارون شديد، المشاهدين اللي هي مارون شديد اس ال فيهم كلهم اكيد يفوتوا. نحن حاطين هوليداي منيو، هوليداي نحن بعده ماشي لانه بعد عنا عيد، بعد عنا عيد الارمن، ولو يعني ماشي الحال. فكمان اللي بحب حتى هيدي الريسيبي هي بارت من هوليداي منيو تبع مارون شديد اس ال كيترينج. وايت واين، وايت واين.
كمان رح اترك هالواين كله هلا ينشف على الاخر. من بعد ما ينشف الواين شو بعمل؟ على الاخر الاخر بدي ينشفه رح احطهم هون ورح احط فوقهم المين واين. خليني افرم شوي سيبولات انا. عم يمرقوا الانجريديان عم بيشوفونا المشاهدين. فوالا. يا لطيف كتار. طيب وانا مش مشكلتنا ما هيك مارون؟ طبعا. وانا واو عم بهددوني. بتعرف هي بشو طيبة؟ مارون عم بهددوني. مين عم بهددنا؟ زوزو. زوزو حبيبنا. زوزو حبيبنا. بعدين زوزو اتس نيو يير. يعني اليوم نهار التسامح والحب والمحبة. نعم. بتعرف هي؟ اوكي سامحتك. بتعرفوا هيدي لشو طيبة؟ انت لازم تعرفي ديركت هلا. هيدي 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 كريم فريش هلا وطومات. شو بتصير؟ مع فات. او ماي جاد. هي زيت شي يعني. او ماي جاد. مع فات. او ماي جاد. يا لطيف. او ماي جوش. يلا. بعد شوي. هلا اكيد الكيش جاي معها هيك سمول سلاد بتاخذ العقل. رح تشوفي هيك انا اشتغلت امبارح فريتي صغيره حطيتهم لحطهم معها. هلا رح احط هون فرنت سيبولات رح احطهم معه وخليت التبس تبعهم يحني للسلطه. رح استعملهم بشيء ثاني. رح احطهم هون ورح احط هدول السيبولات كلهم مع ال ثوم مع ال شو اسمها كنت عم بقول لك؟ جريمولاتا يحني اللي هي برش حامض وثوم وهيربس. رح ياخذ شوي منهم وحطهم هون. يا لطيف. انا هيدي باكلها مع رز كمان. اكلي. ما هيك؟ اكلي. انا بفضل الفات والرز واليخني وقصص هيك من كيش و ليكي. الله. هالشهينا مارون. الله. وين الكاميرا؟ عم شم ريحة أنات. لك شو حلوة. ما في أنات. ما في أنات. قشط قلبي. لا والله ما في. اوكي. هلا شو رح نعمل؟ عم شم ريحة أنات. لا والله ما في أنات. وراس السنة ما في أنات. طيب. اوكي خلينا نوطي الحرارة. شو اسمه؟ شلنا كل الميات من الشامبينيون. نحن ما في شيء بقى. ما في شيء. دراي. هلا بناخذهم بنحطهم على الكيش على البات. واو مارون حتى رح يصيح. انت تاكل. رح تاكل. تحيه بفلشهم منيح. في منظر اجمل من هيك بعد؟ اكيد لا. حلوه هيدي. بحكي بجيب حالي انا. ايه هلا شو بعمل؟ بدك جاوبك يعني اكيد ما في منظر احلى من هيك. شو بعمل بعد؟ هيدا احلى عم بقضي احلى 20 دقيقة بنهاري معك اليوم مارون. هيدي الاباري اللي كلنا بنعرف انه فيها بيض، فيها كريم فريش، فيها ملح، فيها بهار ابيض، فيها جوز الطيب. هلا انا مجملها بعملها مع اعشاب، بس حطيت الاعشاب اذا انتبهتي مع بالخلطة بالخلطة بالحشوة. يا حيه ولا مع موسيقى حلوه عم تسمع. ياخذ العقل. اي لاف ذا ميوزك. هيدي انجي بيون. ايه. اوكي بعمل لك كوفي مارون. ما قلت شيء فعلا. ولا هيدي جو اب. اه
لا كم دقيقة؟ رح تطلع مبدئيا يعني عندي 17 مينتس هون على الديسبلاي رح نزل ال 17 لل 15 اوكي 15 مينتس فينا نرجع ندوق 15 اكيد طبعا بنرجع ندوق هلا رح ارجع اعمل شغله اعمل السلاد الحلو بهيدي الطنجره انه شو شوفي بس بنمسحها شوفي نرجع نجنيها يو دونت ايفن نيد تو لا انا مش معقول بنرجع واو ما بتلزق ولا شيء ليش ما you don't need to بهيدي الكيس اللي نحن عم نشتغل فيها هلا you don't need to لانه اول شيء عم نعمل سلاد للفورستير ما عم بعمل أوكي. سمك وبرجع مش عم نغير وبرجع بعمل هيك كانه هلا مجليه انا صوت فيت ما عندي بقى شيء حتى شوي عليك شرفك شوفي نضيفه نضيفه رحت على جنب ما عملنا شيء ما طبخنا هون. بما انه هون ما عندنا مجلى فوالا هلا على طول لما بدي اجلي او لما بدي اعمل حلا شغله بدي انتبه يعني اذا لاحظت شغلي انا انه ما عندي مي ايه هون شغله اتس تكنيكال بدي احكي شوي ما عم نحكي كوكينج هلا انا ما عندي مي سو اليوم وهيدي شغله بقول لهم اياها از تيب للمشاهدين لما هن كمان يكونوا بسيتويشن كيف بيستفيدوا منها وات اند هاو تو دو تو جيت ذا بيست اوت اوف ذا سيتويشن شو لازم اعمل اليوم موجود من موجود بمحل ما عندي مي ما عندي عندي بس كهرباء سو الريسيت اللي عملتها اول شيء لحتى تلاقي من الوضع اللي انا موجود فيه اوكي بحاجه لفرن جبت فرن بحاجه لاندكسيون او لنار حسب كل حدا شو عنده بالجيب بعدين ما عندي مي سو اشتغلت كل شيء بشكل انه يكون نظيف جايب معي الشامبينيون مطبوخين اول بارت منهم يعني مع الجوانشالي كل اللي عملته حطيت زيت يعني جايب زيت نتفه جايب كل شيء مفروم كل شيء مزبط ومرتب معي بشكل انه لما بدي احط ال اعمل طبختي هي ما رح فيي احط سلاد بدي استعملها لسلاد لانه بعدها سخنه اوكي لما انا بدي اعمل طبختي ستيف عملتها يا حني كله نظيف كله بكياس كله مقصوص فا انه هيدا بارت واحد بيكون براتيك يعني بارت اساسي من المطبخ حتى بالدي تو دي لايف بالبيت بالمطبخ قديش بنكون نحن ستراكتشر ومنظمين كيف بدنا نعمل طبخه كيف بدنا نبلش فيها وكيف بدنا نخلصها هيك بدنا ننظم كل شيء براسنا بننظم كل شيء براسنا هلا انا بصراحه بدي اضمط شوي جيب مي حط بقلب هيدي لانه بدي بردها جاي لعندك مش كرمال شيء لانه بس هيدي مي مسقعه بدي بردها شوي فوالا شفتي هون؟ ايه تحت كل النار بس بدها وقت لتبرد لانه انا هون عندي نحن تقريبا عم نخلص نحن خلصنا هلا بس نرجع بنكون هيدي بردت لاستعملها لاخلط السلاد فيها اكيد بيكون الكيش كمان خلص لحتى نعمل تيستينج السلاد رح اعملها اكيد مع المشاهدين لما بنرجع فرجيهم بس شو وكيف شو عملنا شو بدك تحط بالسلاد ماشي بدي احط عليها زيت زيتون وبدي احط عليها كريم بلسميك ماشي ومعي شويه اسبرج رح يحيي السلاد بتاخذ العقل ولا هير يو جو ليكي شكلها ليكي الوانها واو بتفضيها هون هلا ليكي اتس ريلي بيرفكت اوكي انه رجعت فيها سيبولات ما فيها أنات فيها بيرسيل فريزي فيها روكا فيها بيتروت ليفز فيها خس فيها خس فيها شوية أنات فيها أنات معلي كرمالك هالسنة بدي أعمل one of my new year resolutions ما عزبك بالأنات ودوق وأكل بس تكون حطتهم بالأكلة So, واحد بيكبر basically that's it بس يكبر بيغير الطعمات بيغير الهابتس بيغير الهابتس كمان خليني نشوف هيدي الشغلة I'm gonna try تحية ماشي حالها بتاخد العقل ولا وانا عويناتي صاروا بيي كمان ولا يلا مشاهدينا نحن بنرجع بنشوفكم بالتيستينج وقفة ومنتابع لايف
هيدي السلطه. هاي سلطه خاصه سلطه بالمقليه هاي رسالتنا يعني. بس ليكي في اجمل منها، في اجمل منها الفكره سلطه بالمقليه. لا هاي رولا ما في اجمل منها. ويلكم ويلكم ثانك يو. شرويح الحلوه هاي رول. في اليوم كيش، كيش مع الوايلد مشرومز. يو لايك ات؟ تحبيهم؟ كيش برا و كيش برا وبعيد. كيش برا وبعيد. اليوم طيب. كيش جوا. كيش جوا. طيب بيرفكت. انا هلا رح بلش قص. اوكي هير يو جو. هيك شوفوا المشاهدين جوا مشروم وتشيز. ما فيها تشيز، فيها مشروم، فيها اكس، فيها لايك 4-5 فرايتيز اوف مشروم. فيها توميتو. هذا الاصفر بيض. هذا الاصفر هو كريم مع بيض مع كريم. مع تشايفز مع اصلا بورشنز هيك صغار. هاي اي فترة من النهار ممكن نتناولها؟ هيدي فيكي فينا نتناولها على الصبح اذا بدنا، فينا نتناولها حتى از ستارتر على الظهر على الساعة 12:30. فينا نتناولها از ستارتر على الظهر. انا اول مرة بعمل تيستينج هون وانا مستغرب، قلت له منين بدي فوت مش عارفة. هي جو خليني اجيبهم لحد شوي. هلا شو رح اعمل؟ لحظة رح اخذ استعجل استاذ الزهر الحلو، رح احط على وش كل وحدة حبة اسباراجوس بهذا الشكل. هذا شو؟ اسباراجوس. اسباراجوس ماي فيفرت. اوكي مع ليتل بيت اوف اوليف اويل. هاي فيجيتيريان ديش ات از اليوم. بعدين هناخذ سمول سالاد حتى اساي ذس واي. This is a light meal تعتبر او ذا سالاد؟ يس. سالاد اوكي خلص جواب. لانه هون تو تيل يو انه لا لايت ميل اذا عم ناخذ بورشن هالقد، اذا عم ناخذ بورشن اكبر اكيد منا لايت ميل بقى. بس هيدا منه فول بورشن. منه فول بورشن ابدا. ابدا منه فول بورشن، هو بس رح زغرهم، رح ياخذ شوية بيتروت ليفز طيبين كثير معها لأنه. اوكي. فوالا هير يو جو. بعدين تو فينيش ات اب ليتل بيت اوف اوليف اويل على السلاد. سالاد فيها دريسنج او نو؟ سالاد فيها، رح هلا كمل دريسنج تبعها. اوليف اويل والدريسنج رح يكون بلسامك. هير يو جو. يي شو مهضومه هاي. هير يو جو. بعدين سنوينغ ستيف. ستيف ذيس از يورز. ثانك يو. بعد عندي هيدي بس هيك ما تاخذنا اون ذا سالاد. هيدي نو اتس تومات كونفيت يعني من العائلة بس it's a different preparation. That's it. خلص البرزنتيشن؟ خلص البرزنتيشن we can go ahead. خدتوا صورتها؟ صورتها لا أنا رح آخذ صورتها هلا. بلشنا؟ بلشنا. أنا بدي أدوق. صحتكم شباب، أول تيستينج بال 2014. إكس. خيي مبسوط إنه تيستينج معي بال 2014. أنا رح بلش من الكورنر لأنه I like it crunchy. قد إيه بقيت بالفرن هيدي؟ هيدي بقيت بالفرن 17 minutes sharp. 17 من الشارب على 170 degrees. ومش ضروري نحط كل هالانواع مشروم صح؟ no. لا فيك تحطي نوع مشروم واحد، فيك تحطي سبينتش، فيك تحطي خلي تشوف. Very good. طيبة. أكلة بس وقعت. صيبة عين. حداً. Lovely. طيب العجينة. فينا نعمل بيتزا بهالعجينة؟ لا. فيك تعمل كيش بيتزا. كيف؟ زيت الانجريدينت. زيت الانجريدينت بيتزا تحطيهم بقلبها. العجينة. بدنا نحط هالعجينة. العجينة بدنا يكون لها بوردرز بتعملوها بلا البوردرز تبعها. وبنحملها فلات وبنحط عليها البيتزا انجريدينت وبيطلع لنا بيتزا. عادي. طيب يا. ليه؟ ايه. حضروني نفسيا بالقليلة. اليوم حلقه المفاجآت اليوم لالي. العجينه كيف كلها كادولي هديتوني اياها بطلت كريسبي. اكل كل ساعتين خلص. لا اتس اوكي بيتر بيتر. لافلي ها؟ اي لاف ات. لافلي. انه وي كان كونسيدر ات لايت ميل يعني ثقيلة لأنه فيها مشروم مشروم فيها والبصل وهيك. اتس تو وينتري. اتس تو وينتري. اتس تو وينتري. اتس تو وينتري. وما في تتلي شقفة كثير كبيرة. يعني هيدي حط سمثينغ هيك مع سلاد. بس هيدي تعتبر وقعة يعني منا ابيتايزر. بلا هيدي ابيتايزر انه هيدا هيدي سلايس سوري هاي سلايس سلاد اتس ابيتايزر يعني منا اتس نوت ا ميل.
والكيش it cannot be a meal اصلا صح كيش is always a hot appetizer and it never has meat in it عاده ما بنحط فينا فينا حتى لو حطينا ميت انه اثنت البيتزا لانه على طول الانجريدينت بقلبها بتكون ريتش انجريدينتس سو لما بناخذ البورشن تبعنا او التراينجل تبعنا بيكون سمول تراينجل ناخذها يمكن بين الكولد بين السلاد وبين المين كورس صح سو بتكون هيك ترانزيتوري سمثينج من هون لهون سو صحتين ثانك يو انت رح تكملي انا رح ودعكم مشاهدينا انا برجع بشوفكم نهار السبت ميرسي مارون بنشوفك بكره اذا الله راد ان الله راد ما تنسوا البسمه على وجهكم باي باي Happy New Year.